جاية نتخربوا مدونا رجعوا نشوفوا مدن أخرى نتعرفوا على ناس أخرين وبلاك ربي يفتح علينا. مدينة التل راك متحقق ما يكون غير هنا حتى مش قصدها راح يرتاح فيها يوم ولا يومين ويكمل طريقه. هيا بينا لمدينة التل. يلا همشي. صبرينا لا 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 ها كنت تفتشي على الدار هاي الدار ها دوك ترتاحي ها تاكلي الطيبي تغسلي وتعرفي الناس غدوة وهذه هي الدنيا. يومين نشعل الدار اللي راني مقلقه يا شحا مقلقه على خدايمك السودة اللي ديما ديرها ونوليو هاربين كالعاده. ما تقلقيش يا رفيقة العمر غدوة نخرج نبحث على خدايمة وعرف الله عما سلف. آمين يا رب العالمين. هيا هيا نشوفوا الدار. هيا شهرين يا قائد لا حس ولا خبر. المليح يطول يا مولانا لعل وعسى العقار اللي راحوا من أجله غالي ومفقود وزيد يا مولانا الهند بعيدة بعيدة قريبة هذا العقار لازم يحفر وهذا القناع لازم يزول. تعرف وش معنات لازم يزول؟ إيدكم يومين لو ما يحضرش. يحضر يا مولانا يحضر الغالي والطلب الحس. يومين يومين كثير أعطيك ساعتين دقيقتين ثانيتين رمشة عين اتريق. Thank you.
في كل مكان تعلمت الحكمة والبيان، تعلمت حروف الأبجدية عند العرب الرومي والتركمان وأسرار الإنس والجان، وتعلمت فلسفة الرومي واليونان. نعرف العقرب إذا حمق، والسباع إذا شفق، والإحناش إذا غنى وشوق. أنا وأعوذ بالله من هذه الكلمة حييت بعد الممات، وقريت في اللوح المختومة بمداد صلاح الأتقياء، وشميت مشموب سلطان الورد والطيب، وزرت خيار المدن، وعندي في كل مدينة حكاية. وش تقول في المراض دواء؟ لكل داء دواء إلا الكبر. عندي في هذا المقام ديوان ما له مثيل، إذا حبيت نوصف لك المراض على أنواعها. أنا وزير هذه المدينة، وأنا ضيف ربي في ذي المدينة. مقامك عندي إذا حبيت. العرض سنة، وغير المهبول يجدني. حتى وإذا كانت هذه دعوة من حاكم المدينة؟ في هذه راني مغلوب. تفضل. فلت من يدينا الزنديق، وين راح نسيبوه درك؟ احنا اللي ماشي رجال يا اخي، بكل تعرفوه. قلت لكم وما يجيش منه الخير، خشنتوا دماغكم كلاكم. انت الاول فينا، والغلطه متقاسمه بيناتنا. وزيد قص علينا، وين راهو هذا؟ كان بيودي تلقى شفاك بيدي، لكن ما باليدي حيلة. كيف باليدي حيلة؟ انت قلت انه عندك لكل مرض دواء. هذا صحيح يا سيدنا، لكن مع كبر البني آدم يودر، على هذا دونت كل المراض ودواها بديوان سميته ديوان المراض ودواها. وينو هذا الديوان؟ التسرق. وين؟ في المدينة، لكن منيش عارف بالضبط فين. لكن وين نصيبوه وعند من؟ ربي عالم، لكن الشيء المهم محدش عارف رموزه إلا أنا. وزعمين القوي كان باتوا فيه. ما تقلقوش، ارتحوا شوية ومن بعد نمشي والبيت حبيبي، عندي مودة ما شتوش. يسكن قريب من هنا أو غير هنا برك على اليمين؟ لو كان نقصده درك خير. على بركة الله. يلا يلا. يا من تولى قلبه بجمالنا، ترى ليلا اصبر لعلك في الهوى تحظى بنا. لما علمنا ان حبك صادق وصب قلبك ما اصاب فؤادنا. السلام عليكم. وعليك السلام. قول لي يا إنسان يا فرحان، علاش كل هذا الأطباء في مدينتكم؟ مدينة التل مدينة الطب والحكمة. أنا نفسي طبيب، ولكن نخدم مرة علاف ومرة دباغ. مرة علاف ومرة دباغ؟ جديد في الحرفة، ها؟ وما نقدرش قدام القدم. باش توقف قدامهم يلزم تبتكر حاجة جديدة. مرة علاف ومرة دباغ. مع السلامة. مع السلامة.
يا من تولى قلبه بجمالنا. الخدمة في هاد المدينة يا رفيقة العمر بقيمتها. واش ما لقيتش روحك؟ وانت لقاي روحك يا مرا؟ الطبيب هنايا يخدم دباغ. والدباغ واش يخدم؟ تبان لي شطاحة. شطاحة هيه. ودرك واش نديرو؟ نقعدو هنا نرحلو ولا كيفاه؟ هاد الكلام ماشي وقته. درك وقت الماكلة. استنى ساعة نكمل لي في يدي. ايوة في الصباح الطوف وفي الليل تغزل الصوف. يا وجوه الخير، راكم ماكليتوا حتى شيء؟ كثر خيرك، اكلينا الخير والبركة. كثر خير حبيبنا. اي انت هلا اذا جيت لمدينتنا زورنا. مادام نعرف المرسى الشهر الماجي نجيكم. قول لي يا حبيبي، حبيت نسقسيك، ما دخلش رجل غريب ليا مزهدوا لمدينتكم؟ مدينتنا؟ مدينتنا كل يوم يدخلها ألوف ويخرج منها ألوف. راجل مع زوجته راكبين حشا حشا مقدارك فوق حمار. راجل ومرته وحماره. راجل ومرته وحماره. ايه البارحة كريت دويرتي اللي حدا السوق لواحد غريب، قال انه جاي من بلاد بعيدة، ربما يكون الراجل اللي تفتشوا عنه. قلت دويرتي اللي حدا السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال هاد الكتاب؟ 10 دينار ذهبي. علاه واش فيه؟ اسرار الانس والجان. وهذا 3 دينار ديوان المراد ودواها. اخر سومة؟ اخر سومة. نقول لك هاد دينارين وحلال عليك، لكن باه ما تقولش خدعني، هاد الكتاب مكتوب برموز ما يقراها الا اللي كتبها. وانا قاري لغه الريح والفراغ، اما الرموز نعلمك باللي درستها، ومش محال كاتب هذا الديوان قرا عندي. يا سيدي اخر حاجه 2 دينار. هيا تفضل. مع السلامه. مع السلامه. يلا يلا يا حمار يلا. لونجا لقيتها. وش لقيت؟ الحرفة، الحرفة اللي راح توكلنا العسل السمن وتسكننا في القصور. يا رب. وش بيك يا راجل وين رايح؟ وش بيه هذا؟ وش بيك تشطح؟ هذا الكتاب هو اللي راح بيه نكسر شوكة العلماء ونخليهم يطرموا في سوق المدينة. أيوة ولينا لشغل الصحاحر والقزازن. لوجا راجلك راح يدخل في عالم العلم الطب والفلسفة. نجيب لوحة كبيرة وعريضة ونكتب عليها عندي شحا لكل داء دواء. يا سيدي بالهنا والشفاء. بارك الله فيك يا حكيم. وحدي في الصباح وحدي قبل النوم. هذيك هي، وإذا ما زالش عليك الألم أرجع نشوفه حاجة أخرى. يلا. كي نشرب هذه العشبة نضني أكيد إن شاء الله وتشبعي الدرية. فمك لا ربي. الله يبارك فيكم. هيا هيا. يلا يلا يا جماعة تفضلوا. تفضلوا تفضلي. اللو هو جحا صاحبك ما كذبش. جحا ولقيناه، بقى كيفاش درك نحكموه؟ نديوه للمدينه ونرميه في الحبس يا شاسم.
عندي فكرة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ مقبول وأهلا. الحمد لله. أريد أن أسألك عن دار جحا. دار جحا؟ تمشي بهذا الاتجاه. نعم. من ذلك حتى النهاية. شكرا لك. نعطيك يمينة النهاية. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل سيدنا تفضل. هيزي تفضلك لالا. تفضل. مرحبا بك سيدنا. تفضل. مرحبا بك. تفضل اشرب وبالريقك. شكرا. عفو. بصحتك. يزيدك صحة ربي. لا خليك. أنا وزير مدينة الجنوب. جيت قاصد مدينتكم طالب المحال وقالوا لي نصيبوا عندكم. أنا الحكيم جحا. ما عندي المحال. نعمل إلنا بالقضاء والقدر. ونعمل إيمان ونعمل إيمان. ما نطوش عليك وندخل في الموضوع. حاكم مدينتنا مريض بمرض الله لا يبلي مؤمن. وجهه مشوه لدرجة ما تقدرش تشوف فيه. وعلى هذا دار قناع يغطي فيه ذاك العيب. لكن مع الوقت مل الحياة وحلف ما يموت حتى يلقى الدواء. أرجع لسيدك وقول له زال الهم إلى الأبد. صحيح يا حكيم. الحكيم جحا عمره ولا يكتب. أركب على شوادك وارجع لمدينتك وبشر سيدك. تسمحوا لي؟ تفضل. مع السلامة. مع السلامة. هذه الفكرة هذه. لا خليه يكملها. جحا رجع لعادته القديمة. كيف هذا؟ حب يقول المرضى رايحين يكتشفوا باللي الدواء اللي مدهولهم ما يحيي ما يقتل، بالعكس يضر. رايحين يروحوا ليه ينتقموا منه. احنا نغتنموا الفرصة نحكموه نكتفوه ونردوه للمدينة. اللو فور يلا. يا نوزة هاي ثورة يلا هيا لي هاي هيا ويش رفقي. قائد انت متأكد من كلامك؟ اكثر مما تتصور مولاي، وهذه بشرى خير وفرحة ما تتقدرش. يا قائد ذكرني باسم الحكيم اللي وعد وزيرنا بالعلاج. الحكيم جحا. حكيم جحا؟ الحكيم جحا ما نعرفوش. المهم وقتاش الرحيل. الحكيم جحا راه بانتظاركم ومرحب بكم في كل وقت. بأقرب وقت يا قائد، بأقرب وقت. غبار الملائكة. قولك صح يا شحا، مع الأول ما منتكش كذبتك، لكن مع الوقت أضحى الحلم حقيقة. هذا الكتاب رد بالك عليه. غبار الملائكة، غبار الملائكة.
غبار واش؟ غبار الملائكة، الوزير اللي جاني ديك المرة. إيه؟ الدواء سيد الحاكم على حساب الديوان هو غبار الملائكة. وهذا الغبار تطلع تجيبه من السماء السابعة؟ سهلة، غدوة نلقاه. غبار الملائكة. مرحبا بك يا سيد الحاكم. نتشرف بمعرفتك يا حكيم. إن شاء الله رانا في الموعد. إن شاء الله في كل وقت. تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. مرحبا بكم والدار داركم. مرحبا بك سيد الحاكم. هذا خير ما نسواش. بما أنك عندي يا سيد الحاكم كاين بعض الشروط نقولهم لك قبل ما نبدأ العلاج. اتفضل. أولاً لازم نبقى أنا وسيد الحاكم وحدنا، وانت يا سيد الوزير كيما يهولك. إذا حبيت تقعد في المدينة تستنى سيد الحاكم حتى يرتاح، ولا ترجع لمدينتكم. المدينة بلا هي حاكم وقعدوا معاي ما ينفعني في حاجة. تفهمنا؟ على بركة الله. في الأمان سيدنا. تفضل سيد الحاكم. اصبر علي يا سيد الحاكم، راني جاي. راني صابر، راني صابر صبر ايوب.
سيد الحاكم امسح بيديك بديتك كامل، ما تخلي حتى مكان الا وتقيسو غبرة الفهمة. راني نمسح يا حاكم، راني نمسح. سيد الحاكم تقدر تقلع هذا القناع على وجهك؟ متأكد يا حكيم؟ زال؟ مازال؟ سيد الحاكم تقعد هكذا حتى الصباح وعندك لا تنام؟ نقعد هنا وما ننامش يوم ونص، اسبوع، 6 ايام، شهر 15 يوم ونص، 6 ساعات واربع دقائق، بس خليه يزول. اسمع، نخليهم يدخلوا عليه يهرسوه، من بعد ندخلوا حنا نكتفوه ونعلقوه فوق حمارو. المرة هذه والله ما سلك. وش بهم يا شحا يعوقوا كي ذيابه؟ والله ما درت لهم شيء، طبقت الكتاب خرف. خلاص اخرج لهم المالا وتفاهم معاهم. انتي مهبوله هاكي تسمع لهم هم كل وحوش واكثر؟ مالا وش نديروا؟ اخرجي من باب الثاني، روحي هذاك السيد اللي كرانا الدار هاكي خلصيه وقولوا له يركبك في اول قافله ترجعك لمدينتنا. وانت كين فري شغلي؟ نلحقي يلا. اخرج يا واحد يسدك الخاين. على جالك اتطلق مضلي، ما طلع علي الربح، تخرج ولا لا؟ اسمعوا يا جماعه، اسمعوا، غير نخرج اللي ما يخرج لازم نكسروا عليه الباب ونصدموا. المهم شحا سيطان. يلا ارفدوه حطوه فوق حمارو وحسبنا معاه في مدينتنا. بلا شك قايد الحرس. وش هذا؟ ما تتحيرش، انا الحكيم جحا، درك نفهمك، اروح معايا. انا حاكم مدينة الجنوب. انا حاكم مدينة الجنوب. انا حاكم مدينة الجنوب.
وقفوا. للو يا لطيف اللطف، شكون هذا؟ وين هو جحا؟ انا حاكم مدينه الجنوب. يا وخذي ما لا صح. مستحيل، محال، غير ممكن. واش ما بقاش بشوه؟ اتكلموا، انطقوا، تحدثوا. ما بقاش. هاي معجزه، معجزه بالفضل فيها يرجع لشحا. جحا اشحا، انا حاكم مدينه الجنوب، وهذوك على راسي. والله يا جماعه، يا ونسلك من هذا الورطه، غير ندير وعده لجميع الصلاح نتاع جوي هذوك، وانا كون نرجع نتوب على كل ما عملت من شر. وانا انا نذبح 3 جديان ونتصدق بها. مولانا الحاكم، ان شاء الله بريد. اشكرك اشكرك يا ربي. توحشناك واشتقنا نشوف وجهك يا مولاي. هذا يوم كبير، هذا يوم سعيد. عروهم من قشهم واربوهم لوحوش الصحراء. يلا انا الشيطان سيد الحاكم. اشحى يا اشحى، راك ضيف عندي في القصر المده اللي تحب يا سيد الحاكم، لكن بشرط ما تقلش عن 3 اشهر. شكرا يا مولاي، تفضل. المهم انا انت كبريت وشبيت، لازمني نلحق لونجا زوجتي. يا ها طيرت راسي، يا ها عريني ما طيرتش راسي، يا عبرها. عفوا عفوا مولاي عفوا، وهذا القناع ما عاد ينفع.